معنا دلوقتي على التليفون الحاجة زينب فتحي، نتعرف منها على رحلتها وازاي قدرت انها تحقق حلمها في التعليم. صباح الخير عليكي يا حاجة زينب، كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة يا حبيبة قلبي. اهلا بيكي معانا، قولي لنا بقى، يعني اولا احنا فخورين بيكي جدا ان انت ما نسيتيش حلمك وان انت تحديتي كل الظروف وقدرتي ان انت تحققي حلمك وتقدري ان انت تقري وتكتبي. احكي لنا عن بدايه تفكيرك بقى في التعليم، ايه السبب اللي يمكن عطلك عن ان انت تحققي حلمك ده في وقت قبل كده بشويه، ازاي قدرتي تحققيه؟ والله انا كنت وانا صغيره كنت في المدرسه، وبعدين بصيت لقيت بقى قلبي وجعني، بابا بقى ياخدني يوديني للدكتور يقول له عندها القلب، فما قدرتش اجمع بين التعليم وبين المرض. وبعدين حاولت تاني بعد ما اتجوزت وخلفت وبقى معايا احفادي، حاولت تاني ان انا ارجع للتعليم لانه كان حلم، كان حلم حياتي. فحاولت ان انا ارجع للتعليم تاني، ولقيت فصل اتفتح جنبينا ومراتبني هناك بتذاكر للناس هناك، فتعلمت معاهم وكملت ورحت امتحان والحمد لله نجحت وخدت الشهاده. ربنا يديك الصحه يا حاجه زينب. حاجه زينب دايما الناس المحيطين بالشخص هم اللي بيساعدوه، فالاسره بقى ساعدتك ازاي؟ ولما انت قلت لهم بقى انت عايزه تكملي تعليمك وتروحي فصول محو الاميه، ايه رد فعلهم؟ يعني قالوا لك تكملي ولا قالوا لك ملوش لازمه بقى؟ لا كانوا مرحبين خالص. طيب الحمد لله. ومراتبني الاستاذه انوار قالت لي يا ماما انا خليكي زي الفل ما يهمكيش، وذاكرت لي والحمد لله خدت الشهاده. وحد من الاحفاد ساعدك؟ ايوه فيه، وهم يجوا برضه يكتبوا لي ويعلموني. ربنا يفرحك بيهم يا حاجه زينب. يا رب يخليك. يعني قولي لي طيب يا حاجه زينب، انت وانت بتتكلمي معايا دلوقتي قلتي لي انه كان حلم حياتك من زمان ان انت تكملي تعليمك، مع ان ممكن حد تاني يقول انه خلاص انا اتجوزت وخلفت بقى احقق حلمي في ولادي، ليه كنت مصره ان انت تكملي تعليمك؟ علشان اقرا الروجيتا بتاع العلاج، اشوف العلاج ده مناسب ليا ولا لا، اقرا النشره بتاع التلفزيون الصفصة اللي ما فيهاش كلام، اقرا الحاجات دي، اقرا العناوين بتاع الشوارع الكليات المدارس. يعني انت كنت حابه ان انت اللي تقري، محدش يديكي المعلومه جاهزه، انت كنت حابه ان انت تثقفي نفسك وتاخدي معلوماتك انت بنفسك. ايوه صح. بتتابعينا يا حاجه زينب في صباح الخير يا مصر ولا لا؟ ايوه والله كل يوم. ايوه. طيب انت اتكلمتي عن مرات ابنك ان هي كانت بتساعدك، كلمينا بقى اكتر كمان عن الاحفاد، مين اللي كان بيساعد، مين اكتر حد فيهم كان بيساعدك وكان بيساعدك ازاي؟ سلام اللي في الكليه كان يجي يشقر عليا وازيك يا تيتا وعامله ايه ويوريني ازاي اكتب، والحمد لله انتصرت على الجهل. طيب قولي لنا يا حاجه زينب بقى، خدتي كام يوم عشان تقدري ان انت تقري وتكتبي كويس؟ خدتي قد ايه مثلا من الفصول اللي تبع مبادره لاميه مع التكافل؟ احكي لنا بقى عن الرحله دي. خدت سنتين. سنتين. قعدت سنتين اروح معاهم واقعد واستمع واكتب واروح امتحن ويجوا يعملوا لنا امتحان وشجعونا، يعني والله شجعونا. طيب الفصل اللي كنت فيه حاجه زينب بقى كان فيه كام حد؟ كان فيه 10 كده. سنهم قد ايه؟ ال 25 وال 30 وال 40 وال 50 وفي واحده عندها 65. ما شاء الله. طب حاجه زينب قولي لنا بعد بقى ما اتعلمتي دلوقتي القرايه والكتابه ما شاء الله، ناويه ايه طموحك بقى؟ حابه تعملي ايه تاني؟ ما هو لو في عمر كنت ذاكرت. ربنا يديك الصحه يا رب. انما انا خلاص انوي بس انت يا حاجه زينب، وان شاء الله ربنا هيكتب لك اللي انت هتتمنيه، بس نفسك تعملي ايه تاني؟ نفسي اعمل عمره او احج وخلاص بقى الحمد لله. ربنا يكتبها لك يا رب يا رب. طب قولي لي حاجه زينب، تعليقات الناس اللي حواليكي لما يعني قررتي ان انت تروحي تاني فصول محو الاميه وان انت تكملي تعليمك، وكمان تعليقاتهم بقى بعد ما خدتي الشهاده وخلاص بقيتي بتعرفي تقري وتكتبي؟ هما طبعا فرحانين بيا عشان انا وصلت للسن ده وعملت الانجاز ده،
وبقول لكل واحد وكل واحد ما يهمكمش لا سن ولا تكتفوا من حاجه، ده العلم نور. طبعا روحوا وتعلموا وربنا معاك. ده انت كمان يا حاجه زينب مش بتدي رسائل بس للناس اللي هم كبار في السن، ده كمان رسائل مهمه جدا للشباب الصغير، انه اي حد عنده حلم، اي حد نفسه يحقق حاجه، ما يقولش بقى ده انا خلاص عديت مرحله العشرينات، ده انا عديت مرحله الثلاثينات فمش هينفع. لا، لازم يكون عنده اصرار، طالما عايز يعمل حاجه واصر عليها هيحققها، يعني هيحققها. ايوه طبعا. طب تقولي لنا حاجه زينب، احنا خلاص يعني اهو اخر ساعات في 2023 وداخلين على السنه الجديده باذن الله، ايه امنياتك للسنه الجديده؟ نفسك تعملي ايه غير ان شاء الله ربنا يكتب لك حاجه او امر؟ يا نفسي مرات ابني تتوظف تتثبت. وايه تاني نفسك؟ ايه تاني؟ تتثبت علشان خاطر هي جهدت معايا كتير. ربنا يكافئها على تعبها. لكن انت بقى نفسك في ايه ليك انت غير الحج او العمر؟ نفسي اعيش حياه طيبه كويس وقلبي يخف عن اللي هو فيه ده. يا رب ربنا يشفيك ويعافيك ويديك الصحة وطولة العمر يا رب، وتحققي كل اللي نفسك فيه. شكرا جزيلا الحاجة زينب فتحي طبعا اللي خدت شهادة محو الأمية وهي عندها 72 سنة. طبعا احنا عندنا جانبين لازم نبص ليهم، لازم نبص للي عملته الدولة خلال الفترة دي، ان هي حريصة على ان يكون كل شعب مصر على قدر حتى ولو كان بسيط من الوعي، لازم يكون عنده وعي ولازم يكون بيعرف يقرا ويكتب. وفصول محو الاميه اعتقد ان هي منتشره في كل المحافظات، واحنا بشكل مستمر بيكون عندنا نماذج وحالات كتيره جدا زي الحاجه زينب وغيرها كمان من الحالات في نفس السن او اكتر كمان، ساعات بنشوف في ناس كمان حققت انجازات في عمر كبير. فده جانب. الجانب الاخر رساله مهمه جدا من الحاجه زينب، بتقول فعلا انه مهما عدى عليك، مهما كانت ظروفك، طالما انت نفسك تحقق حاجه وحطيت قدامك الهدف بتاعك يا جمانة وفي خطه هتحقق، يعني هتحقق. طبعا دي يعني دي الحقيقه، يمكن طول الوقت بنشوف انه الشخص اللي عنده هدف ايا كان سنه، ايا كان عمره، ايا كانت ظروفه، بيقدر يحقق الهدف ده. بس لازم يكون في هدف، لازم يكون في حلم بيسعى وراه. وزي ما كان شاذلي بيتكلم مع حضراتكم فكره فصول محو الاميه، الحقيقه ان فصول محو الاميه هي موجوده من زمان، لكن كانت بتبقى موجوده بشكل مختلف تماما عن اللي موجود دلوقتي. واحنا بنسمع مكالمه الحاجه زينب وهي بتتكلم عن الفصل اللي كان موجود كان فيه 10 افراد فقط. كان زمان لما بنتابع شكل فصول محو الأمية كانت بتبقى أعداد كبيرة جدا، وكان حتى الشخص اللي بيدرس للأشخاص اللي موجودة كان يعني ما بيبقاش طبعا قادر يركز، ما هو في الآخر بني آدم برضو أكيد مش قادر يركز مع كم العدد ده. لكن في هذه المبادرة اللي هي أمية مع التكافل، ده يؤكد حرص الدولة على الاستثمار في البشر، الاستثمار في المواطن المصري تحت أي ظرف وأيا كان سنه. دي حاجة الحقيقة يعني تقدر جدا وتحترم بشكل كبير جدا.